السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. آخر المستجدات المحلية العربية الأقليمية والدولية ستكون يعني على مائدة هذه الحلقة مع ضيفي في الاستوديو السيد نجم الدين خريت، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ. مساء النور، أهلا وسهلا بك، وشكرا لقناة دنيا أولا ولحضرتك ولجميع العاملين في هذه القناة. أهلا وسهلا فيك، شرفت. أستاذ الكريم، يعني سنبدأ بما فعله غربان الإرهاب حيث ارتكبوا مجزرة مروعة بحق عائلة مدنية في دير الزور، بريف دير الزور في قرية حطلة، وراح ضحية هذه المجزرة 30 شخص ما بين رجال نساء وأطفال. يعني كيف تنظر إلى هذه المجزرة الجديدة التي يرتكبها غربان الإرهاب؟ الواقع ببالغ الحزن والأسى. أنا سمعت بالخبر وشاهدت بعض الصور اللي طلعت على القنوات الفضائية وعلى تلفزيون العربي السوري بألم شديد، ولكني لا أستغرب هذا إطلاقا، لأن الإرهاب إرهاب، والإرهابي مستعد أن يقوم بأي فعل وأن يعمل كل شيء لأنه إرهابي، وهذا يكفي بحد ذاته أنه إرهابي، فلا يوجد لديه لا محرمات ولا يجوز أو لا يجوز ولا ممنوع ولا غير ممنوع. بالنسبة له كإرهابي كل شيء مباح، كل شيء ممكن، لذلك ليس مستبعد وليس غريبا أن يقوموا بمثل هذه الأعمال، قتل المواطنين الآمنين الأبرياء، مجزرة حقيقية لمواطنين أبرياء، لمواطنين وبسطاء بالمناسبة، وبسطاء من خلال استعراض الأسماء، كلهم ناس عاديين، يعني يا فلاح يا عامل يا عنده دكانة صغيرة، مو أكثر من هيك. لذلك الإرهاب باعتقادي لا يستثني أحد، فقط لديه هدف واحد، هو إثارة الناس، قتل الناس، مضايقة الناس بكل معنى الكلمة. طبعا لابد من الترحم على هؤلاء الشهداء، وكلياتنا نعتبرهم شهداء، وهؤلاء شهداء الوطن، والوطن غالي وعزيز، ولابد من التضحية، هم شهداء وجميعنا نضحي في سبيل هذا الوطن الغالي والعزيز. أكبر تضحية هي تضحية الدم، وأعتقد أنه لا يوجد أسرة سورية اليوم إلا وقدمت من أجل هذا الوطن. وعائلتك أيضا من ضمن الأسر التي قدمت الشهداء، يعني نعم حضرتك أيضا خسرت خمسة من أخوات حضرتك وعائلتي أيضا مجزرة أيضا على يد الإرهاب. لذلك أنا بقول كل ما نقدمه في سبيل هذا الوطن هو قليل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، يعني على الرغم من تحقيق الجيش العربي السوري لإنجازاته الكبيرة والمشرفة على الأرض، إلا أنه إلى الآن يعني لم نستطع منع مثل هذه المجازر، لم نستطع منع التفجيرات التي تحدث هنا وهناك. يعني لماذا برأيك إلى الآن لم نستطع يعني التحكم بكل هذه الأمور ومفاصلها؟ مدام، فأنا بعتبر بالعكس الموضوع يختلف. المؤامرة التي حيكت على سوريا مؤامرة كبيرة جدا. أنا أطرح السؤال بالعكس، إنه كيف إلى الآن صامدة سوريا رغم ضخامة حجم هذه المؤامرة الكبيرة؟ أنا لا أقول لماذا إلى الآن لم ينتهي الإرهاب أو لم يستطع الجيش، بل بالعكس، كلما تقدم الجيش، كلما حقق إنجازات بمكافحة الإرهاب، سيأخذ هذا الإرهاب أشكال أخرى، سيقوم بمجازر، سيقوم بأعمال انتحارية، سيقوم بتفجيرات إلى آخره، ولكن سيأتي اليوم الذي ننتصر فيه على هذا الإرهاب. هذا شيء مؤكد، هذا أملنا يعني، وبدون أمل لا يمكن أن نعيش أو نضحي أو، لكن أنه لماذا لم نستطع إيقاف هذه العمليات؟ بالواقع هناك تقدم كبير من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وهناك إنجازات على الأرض كبيرة، إنجازات على الأرض كبيرة، يعني إذا ذكرنا بكلمتين ما صار في القصير، القصير هذا إنجاز كبير، إنجاز كبير. واليوم ولكن بعد أن تم هذا الإنجاز حاولوا تقزيمه
يعني نفسهم من هللوا وقالوا بأن انتصار القصير هو انتصار لما سموها ثورتهم، وبعد أن انتصر الجيش العربي السوري في القصير حاولوا التقليل من أهمية هذا الإنجاز الذي حققه الجيش، وبأن القصير مدينة صغيرة مقارنة إذا ما تحدثنا عن المنطقة الشرقية وحلب وإدلب وغير الكثير من المناطق التي يعني يتواجد فيها المسلحون ويحتلون أماكن أوسع من القصير التي مساحتها صغيرة كما ادعوا بعد انتصار الجيش فيها. بكل تأكيد هكذا سيقولون، ولكن ما قالوه سابقا موجود، ما قالوه سابقا موجود، هم الذين قالوا القصير لن تسقط، القصير إذا سقطت سيتغير كل المنحى، والقصير والقصير. الآن يقولون ما حدث في القصير عبارة عن قضية عادية وصغيرة ويقللون من أهميتها، ليقولوا ما يشاءون، هذا شأنهم، ونحن لن نعير أي اهتمام لما يقولون. لدى الجيش العربي السوري استراتيجية واضحة بمحاربة هذا الإرهاب، وهو يتقدم وفق هذه الخطط وفق هذه الاستراتيجيات، سواء قالوا هذا الكلام أو غيره منه. سنسمع أشياء كثيرة عندما سينتصر الجيش العربي السوري في حلب، سنسمع كلام آخر بأن حلب لم تكن ذات أهمية، ممكن هكذا يقولون. أيضا يعني أستاذ نجم، هناك يعني رأينا في الفترة الأخيرة تخبط غربي فيما يتعلق ب يعني تحقيق الجيش العربي السوري من انتصارات على الأرض، يعني ونسمع روايات مختلفة ومتعددة، آخرها كان اجتماع كيري هيغ عندما تحدثا عن أنهم سيزودان ما تسمى المعارضة المسلحة في سوريا بوسائل مساعدة، يعني هي بالسلاح ولكن لم يصرحا به بشكل علني، من أجل يعني أن يكون هناك توازن قوى على الأرض، يعني بعد كل المجازر التي يقوم بها الإرهاب وبعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب نفسه بالإرهاب المتواجد في الداخل السوري، ومع ذلك هناك إصرار موازي للحل السياسي الذي يدعونه بأنهم سيسلحون، سيمدون، سيساندون، يعني لماذا هذا التخبط برأيك؟ شوف لك، الغرب بدأ يتخبط منذ الأشهر الأولى للأزمة، منذ الأشهر الأولى. لماذا؟ قراءتهم خاطئة لسوريا، قراءتهم للوضع في سوريا كانت خاطئة. كانوا يظنون أن المسألة ستنتهي خلال أيام أو أشهر، إن طالت أشهر، أي بمعنى ستنتهي لمصلحتهم، لصالحهم، لما يريدونه. تبين أنهم لا يعرفون لا الشعب السوري ولا تاريخ الشعب السوري ولا حاضر الشعب السوري، وأقول ولا حاضر بكل معنى الكلمة، أي بمعنى لا يمكن أن يكون الشعب السوري، وهذا مهام جدا وهذه قناعتي، لا يمكن أن يكون الشعب السوري حاضن للإرهاب، حاضن للإرهاب، رغم ظهور بعض القضايا أو الحوادث هنا أو هناك إلى آخره، ولكن الشعب السوري بما يحمله من إرث وموروث تاريخي وحضاري لا يمكن أن يكون. دراسات غربية أثبتت بأنه 5% فقط ينضوون من السوريين تحت من السوريين ضمن مشروع الإرهاب، والباقي هم يعني من خارج سوريا وليسوا من الداخل. غير الغربية، أنا أريد أن أقول لك، عندما كنت طالبا في السنة الثالثة في، أنا درست خارج سوريا بالمناسبة، دخل إلى القاعة، قاعة الصف، الأستاذ البروفيسور وبدأ يتعرف على الطلاب، فعندما عرف أنه أنا من سوريا قال لي حرفيا هيك ترجمته، أنت جاي من البلد الذي أتى منه الإنسان، يعني من أين أتت البشرية. طبعا هذا الكلام قديم عندما كنت طالبا، هذا بال 1975. وفعلا يعني الدراسات الغربية اللي تفضلت حضرتك وغيره وغيره، الغرباء اللي عم يقاتلوا في سوريا كما تقول الصحف، كما يوجد يعني معلومات مؤكدة، عم يأتون من أكثر من 30 دولة. هؤلاء لا يهمهم لا الشعب السوري ولا الدولة السورية، هؤلاء جايين لهدف معين أو لمال معين أو لمصلحة معينة،
ومنهم جاي لا يموت بصراحة. هو جاي لا يموت، بده يروح للجنة، وبده يعني عنده فكر معين، فكر معين معتقد. أنا اللي يعني بدي بركز عليه وبقول لك إياه حرفياً، أنا ثقتي بالشعب السوري كبيرة رغم بعض المظاهر التي هنا وهنا وهناك سلبية، ولكن هذا شعبنا، وشعبنا يعني يملك من القدرات والإمكانيات والموروث الثقافي والحضاري حيز كبير جدا. هذا واقع، هذا واقع. لذلك مطمئن، أنا مطمئن من جانب وقلق من جانب، مطمئن أنه هذا الشعب سينتصر، ولكن قلق عليه لأن البلد الآن يعيش حالة قلقة أكبر من الأزمة، أكثر من الأزمة. اليوم البلد، لا يمكن أن أقول البلد في خير، هذا كلام غير واقعي. نعم، ما في أسرة سورية اللي عانت، ما في مواطن سوري اللي عم يعاني من كل الجوانب. لذلك في قلق حقيقي، في عدم اطمئنان. المسألة مسألة وطن. ومن لا يقلق على الوطن هذا، اسمحي لي أقول لك، يعني غير وطني وغير إنسان. يعني بالعكس بدي أتساءل أقول، هل يوجد هم أكبر من هم الوطن؟ أنا بتصوري لا يوجد أي هم أكبر من هم الوطن، ولا يوجد أي قضية أكبر من قضايا الناس ومسائل الناس. فهذا الدافع اللي خلينا نقلق على وطننا نتيجة هالهجمة الكبيرة الكونية، التآمر العالمي، ويدفعنا أنه نقلق أيضا على مصير أبنائنا وأخوتنا وأبناء شعبنا. أنا بقول ولا أخاطب الغرباء هنا، الغرباء لا أخاطبهم، الأجانب الذين دخلوا إلى الأرض السورية لا يمكن أن أخاطبهم، أخاطب أبناء البلد، أبناء الوطن الذين غرر فيهم بشكل من الأشكال. أقول لهم يعني عودوا إلى عقولكم، عودوا إلى رشدكم، ولا تجعلوننا نتألم مرتين، مرة منكم وأخرى عليكم. لماذا؟ لأن الدم السوري غالي علينا جميعا، كل تأكيد، كل سوري دمه غالي علينا. أتمنى أن لا نتألم من فعل هذا السوري ثم نعود ونتألم عليه، لأننا فعلا كما هو واضح لن نسمح ولن نقبل ببقاء أي إرهابي. فهذه مناشدة، أناشدهم جميعا والسوريين تحديدا وليس غيره، أن يرجعوا إلى العقل، إلى الحكمة. يعني الوطن وطن الجميع، ويسع الجميع ويستوعب الجميع، والوطن فوق الجميع. بكل تأكيد الوطن فوق أخذتني الجميع. إلى يعني فكرة للحديث عن أبنائنا المهجرين خارج الحدود السورية المتواجدين في المخيمات التركية والأردنية وغيرها من المخيمات. وحضرتك أعلم بأنك وزير دولة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية، إذن لك يعني لديك اطلاع بشكل أو بآخر عما يحدث في المنطقة الشمالية من سوريا. إذن يعني ربما لديك معلومات عن أبناء الشعب السوري المتواجدين في المخيمات التركية. يعني طالما نحن من وجهة نظرك نتألم من السوري ونتألم على السوري ذاته الذي يؤلمنا، يعني أبناءنا المتواجدين في المخيمات والمناشدات بمناشدات الدولة السورية ومناشدات الشعب السوري بعودتهم إلى الداخل السوري، خصوصا بعد المعاناة والقصص والروايات الخيالية وغيرها التي سمعناها عما يحدث لهم ضمن هذه المخيمات والمتاجرة بتواجدهم في تلك النقاط، يعني ماذا نحن فعلنا كدولة سورية من أجل عودة هؤلاء المهجرين؟ ماذا قدمنا لهم ليعودوا بأمن وأمان إلى الداخل السوري من وجهة نظرك؟ لماذا إلى الآن هم متواجدون ومعروف بأن سوريا هي من تحتضن ولا أحد يحتضنها؟ نعم، الواقع هذا سؤال هام.
أنا بدي أقول بالأول هناك ناس هجروا قصراً لأسباب مختلفة، ولكن أيضاً يوجد قسم من الناس الذين هاجروا بإرادتهم ورغبتهم نتيجة معلومات خاطئة، عمل دعاية إعلامي مسبق خاطئ، وعدهم بأنه راح يكون وضعهم هنيك جيد ووضعهم أفضل ووعدهم وهاجر. إذن الذين هاجروا خارج سوريا أقسام، يعني لا يمكن أن نضعهم كلهم في سلة واحدة، منهم من له مواقف، منهم من خاف، منهم من هجر قسرا، ومنهم هو من هاجر بإرادته. ولكن أعود وأقول كلهم أبناء شعبنا، وأتحدث عن السوريين المهجرين. الحكومة دولة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل عودة هؤلاء، منها إجراءات كثيرة، منها يوم من الأيام عطوا لإعاز لجميع المراكز الحدودية بأن يستقبلوا كل شخص يريد أن يعود إلى الوطن وبدون أي تعقيدات، فقط مجرد استمارة بيعبيها وبيملأها وبيرجع إلى الحكومة. تعمل جادة، وأنا أتحدث ليس لأنني وزير أو عضو في الحكومة، بس هذه حقائق والحقائق يجب أن تقال. حكومة تعمل جادة لتأمين أماكن إيواء، مراكز إيواء لاستقبال هؤلاء الناس. معلوم أن هناك مراكز إيواء لاستقبال بعض المهجرين من داخل الوطن، ولكن تحديدا لهؤلاء الذين سيعودون أهلا وسهلا بهم، هذول أهلنا وأحبتنا. طب أين خصصت لهم أماكن لعودتهم؟ عندما يكون هناك تواصل، وهذا حدث، ونعلم بأن هناك مجموعة من المهجرين سيعودون، كل الإجراءات الضرورية عم تتخذ لاستقبال هؤلاء المهجرين ووضعهم بالأماكن الملائمة. أنا ما بدي أقول فنادق 5 نجوم ولا 4 نجوم، مو هيك المسألة، في شيء اسمه إمكانيات، ولكن هي أفضل بعشرات المرات من الأماكن الموجودين فيها حاليا خارج سوريا. هذا واحد. اثنين، وهو الأهم، الكرامة. عندما يعود إلى بلده ووطنه يبقى محتفظ بكرامته كأرض سوري، بغض النظر عن الغرفة اللي راح يعيش فيها. هناك فقدوا كل شيء، فقدوا الكرامة، وحضرتك قلت يعني تاجروا فيهم، وفعلا عم يتاجروا فيهم بكل، وتاجروا بالنساء السوريات والفتيات السوريات. ونسمع قصص غريبة وعجيبة بعيدة عن أبناء شعبنا، بعيدة عن سلوك مواطنينا، يعني بيع الصبايا، بيع الفتيات، بيع كذا، هذا مو من تقاليدنا اصلا. نعم. مو من تقاليدنا، لكن عم نسمع في هيك حوادث. لذلك انا اقول الكرامه بمعناها الواسع، بالمعنى الكامل للكلمه، يبقى هنا لديك كرامته كمواطن سوري. نعم. سمعنا عن تعديات، غير مساله البنات والنساء، وهناك اهانات يوميا توجه لهم، للذكور، للشباب، وهذا عم بيطلع على التلفزيون، يعني مش عم ندعي ادعاء. نعم. هذه حقائق. لا يمكن يكون شخص مكرم ويعتز بكرامته وبشخصيته الا في ارضه ووطنه، هذه مقوله واحده. جميعنا سافر وراح وتغرب واجا وشاف، يعني بلدي بلدي، وطني وطني، وما في واحد منا يمكن الا اتيحت له فرص كثيره ان يغادر. نعم. البلد، ولكننا صمدنا وبقينا لأن تراب الوطن غالي، غالي علينا. وهذا لا يعني أن كل شيء عندنا جيد وكل شيء جميل وأنه الدنيا ربيع، لا لا، مو هيك أنا قصدي. تعودنا نحن السوريين أن لا نخرج من بلدنا يعني كلاجئين، تعودنا أن نخرج كزائرين. طعم. نعم. غير ذلك كزائرين، ولكن ونحن في ما بعرف يعني، بخليني بحكيها شوي، ونحن في خارج بلدنا قلبنا وقلوبنا، بدي أقول في، ونحن زائرين. نعم. قلوبنا تنبض بنبض بلدنا ووطننا وأهلنا، هذه حقيقة. أغلى شيء هو بالنسبة لنا الوطن. نعم. هلأ تقولي لي هاي رومانسية، هاي كذا، نعم، وليش ما تكون رومانسية؟ طيب شو معنات الإنسان بدون رومانسية؟ يعني يتحول إلى معناته شيء جامد قالب الأخر. نعم، رومانسية.
خليها تكون رومانسية إذا هيك بدها تسمي. نعم إذا ما يكون أنا عندي. ولكن ما نعيشه في البلد هو أبعد ما يكون عن الرومانسية حقيقة. أكيد 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 أكيد, أكيد. لكن حبنا للبلد اللي هو واقعي ولكن في نفحة رومانسية هذا شيء جميل, هذا شيء جميل. ما الرومانسية هي اللي طلع منها أجمل الإبداعات بالأدب والسينما والمزرعة. نعم. طيب بعيدا عن الرومانسية نريد الحديث عن يعني موضوع الذهاب إلى جنيف. مؤتمر جنيف الذي إلى اللحظة هذه لم يحدد بالضبط متى سيكون موعده. سنتحدث عن هذا الموضوع لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود للدخول في حيثياته وعن الدولة السورية مشاركتها فيه, المعارضة الداخلية مشاركتها فيه, الحديث الدولي الذي يتم عن هذا الموضوع. لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير أستاذ نجم الدين ثم نعود لهذا الحوار. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود, ابقوا معنا. لمشتركي صفحة الدنيا على الفيسبوك facebook.com/adunya.channel يمكنكم البقاء على تواصل مع الصفحة بكل أخبارها من خلال الضغط على زر لايك ثم شو إن نيوز فيد لمستخدمي الفيسبوك باللغة الإنجليزية أو الضغط على زر أعجبك ثم عرض في آخر الأخبار لمستخدمي الفيسبوك باللغة العربية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. أيضا من جديد اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ نجم الدين خريط عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد. مرحبا بك مجددا أستاذنا الكريم. سننتقل الحديث عن مؤتمر جنيف الذي إلى اللحظة لم يحدد موعد بدء هذا المؤتمر. هناك تخبط دولي على ما يبدو. سبق وتحدثنا نتيجة تحقيق انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان. أصبح الغرب لا يعرف, يريد أوراق لي ما يسميها معارضته المسلحة في الداخل السوري. هذه الأوراق من يديه تفقد واحدة تلو الأخرى, خصوصا بعد الحديث عن عاصفة حلب التي عاصفة الشمال التي ربما ستبدأ قريبا ويحشد لها الجيش العربي السوري لتبدأ ويحقق أيضا دحر للإرهاب المتواجد فيها وإعادة الأمن والأمان إلى تلك المناطق. اليوم نحن في سوريا, كيف جهزنا أنفسنا لمؤتمر جنيف 2؟ هل يكفي أن نقول بأن عدد ممثلي الدولة السورية هم كذا وهم فلان وفلان من أجل الدخول ونحن جاهزون؟ هل نحن جاهزون لهذا المؤتمر حقا؟ هل نحن جاهزون على الأرض بأوراقنا حقا لهذا المؤتمر؟ هذا أولا, ثم سنبدأ بالحديث عن المعارضة وماذا جهزت لهذا المؤتمر. اولا وقبل جنيف 1 وقبل جنيف 2 رايتنا ان حل الازمه في سوريا هو حل سياسي, والحل السياسي يعتمد على حوار وطني شامل, وهذا تجسد في المبادره اللي قدمها السيد الرئيس في شهر 1. نعم. واللي هي من برنامج كامل, برنامج عمل من ثلاث مراحل. نعم. ثلاث مراحل. واللي على أساسها الحكومة كمجلس وزراء شكل لجنة للحوار مع جميع الأحزاب والقوى السياسية, جميع الفعاليات بمختلفها سواء اقتصادية اجتماعية نوادي إلى آخره للحوار معه. نعم. وهذه اللجنة الوزارية تتابع عملها واليوم أنجزت حجم كبير من العمل, يعني التقت يمكن أكثر من, صار عاقدة أكثر من 65-66 اجتماع مع فعاليات مختلفة وعم تسمع تأخذ الآراء وتسجل ومحاضر وكله عمل جدي. هذا جزء من الحوار, هذا تمهيد للمؤتمر الشامل. نعم. شو بدي أهاب ليش عم أحكي؟ بدي أقول إنه
الحوار يجب أن يكون سوري سوري، ولا يمكن حل الأزمة في سوريا عن طريق أي قوة أخرى غير سورية. هل تعني سوري الجنسية أم سوري الجنسية والانتماء؟ الإثنان معا. أنا أقصد طبعا الإثنان معا، لأن هناك سوريين رأيناهم خارج سوريا يعني، ولكن هواهم وانتمائهم كان على ما يبدو خارج السرب الداخلي. أنا أقصد السوري الذي ينتمي إلى الأرض وإلى الوطن السوري، وبالنسبة له القضية الأساسية هي قضية الوطن السوري. أقصد السوري بالمعنى الحقيقي والكامل للكلمة، وليس في جواز السفر. ولكن هذا السوري الذي تتحدث عنه أيضا ليس هو سبب الأزمة والمشكلة في سوريا، أليس صحيح هذا الأمر؟ هن لا، إذا بنرجع على الموضوع أو تفاقم الأزمة، ليس هو سبب في تفاقم الأزمة. ليس هو في سبب في تفاقم الأزمة، إنما السبب هو هذه المؤامرة اللي حكينا عليها، والسوريين اللي خارج سوريا الموجودين في الخارج. بدي أقول لك يعني شغلة، هؤلاء أمرهم ليس بيد، أمرهم بيد من يحركهم، من يحركهم. إذن هذا الذي نتحدث عنه بأنه سوري الجنسية وليس سوري الانتماء. لذلك أنا أقول لا، من يريد أن يحل الأزمة السورية عليه أن يكون أيضا سوري الانتماء وليس الجنسية فقط، أي أن يفكر بالعقل السوري، أي أن يضع نصب عيونه الوطن السوري والدولة السورية. المؤامرة هدفها واضح تماما، هو تحطيم الدولة السورية، ليست لا قضية نظام ولا قضية كراسي ولا قضية. خلينا نكون واقعيين، هناك فعلا كان مجموعة من المطالب المحقة المشروعة للشعب، مطالبة بإصلاحات وقام فيها سوري، ولكن هناك من ركب هذه الموجة ووجهها وأخذها إلى مكان آخر تماما يختلف عن ما كانت هذه المسائل. أنا ما في أقول هؤلاء الذين كانت لديهم مطالب ما كانوا سوريين، لا، هؤلاء من أبناء الوطن ومحقين، وأنا كعضو بحزب كمان كانت لدي مطالب. قسم من هذه القضايا تجاوبت مع السلطات وجرى تعديل للدستور بتعرف صار دستور جديد، صدرت مجموعة من القوانين بدءا من قانون الأحزاب لقانون الانتخاب، بغض النظر على أنه كاملة مكتملة كافية غير مكتملة، هذا عمل يجري بالسياق التاريخي دائما في تصحيح. يعني حتى عندما نصدر اليوم دستور لا يعني هذا سيبقى إلى الأبد، ممكن بعد سنتين بعد ثلاثة بعد خمسة بعد عشرة تتطور الحياة، تطور الظروف ويتطلب تعديله بكل تأكيد. لذلك دائما في ثغرات في نواقص ممكن معالجتها. أما من يتآمر على بلده هذا شيء ثاني، من يستقوي بالأجنبي ويطالب الأجنبي لغزو بلده، كيف أنا بدي أحكي يعني بكون واضح تماما معك، يعني ما في أنا بقعدوا بحاوروا بنفس اللغة وبنفس الأسلوب وبنفس اللهجة اللي بحاور فيها لديه مجموعة شخص لديه مجموعة من المطالب. هنا المسألة تختلف، هنا المسألة تختلف. لا يمكن أنا أوافق إطلاقا على شخص ينادي الأمريكي والغربي لغزو بلاده، ما ممكن أتفق معه ولا بشكل من الأشكال، ولا بشكل من الأشكال. هلا تقولي تطلع طيب كيف بده، ممكن هيك تسالي اذا كان كيف بدك تتحاور معهم بي. نعم، اولا لا حوار مع الارهابيين، الارهابي ما ممكن يتحاور الا من رمى السلاح على حسب زعم الدوله السوريه، الا من رمى السلاح وبدا بالعمل السياسي، الا من رمى السلاح، هذا كلام واضح، وبدا بالعمل السياسي، إذا هنا ممكن نتحاور. بس حضرتك بعتني عن جنيف اثنان، يعني كنت سألتك عن يعني ماذا أعدت الدولة السورية لهذا المؤتمر؟ هلا منذ بداية التوافق الأمريكي الروسي، يعني عندما اتفق كيري ولافروف، نعم، الحكومة السورية مباشرة أعلنت موافقة مبدئية، ثم أعلنت موافقة رسمية. أنا بدي أقول لك بسوريا ما في مشكلة، ما عندنا قضية مشكلة،
نحضر مؤتمر جنيف 2 ونحن بأريحية. لماذا؟ لأن كل شيء واضح لنا، حتى مسألة الوفد وغيره وغيره، في دولة سوريا، في دولة إلى هيكلية بسوريا، في حكومة، في مؤسسات، لذلك من السهولة معالجة هذه المسائل. نعم. ولا يوجد لدينا شروط إلا السيادة، وأن لا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. كل القضايا الثانية ما عندنا مانع أن نبحثها على الطاولة، لذلك لا يوجد لدينا مشكلة. كل شيء، حتى النظام كيف بدنا، يا رئاسي ولا برلماني، ما في عندنا مشكلة، هذه للبحث. نعم. ولكن كل شيء يبحث ويتفق عليه يجب أن يعرض على الشعب، والشعب هو الذي يقرر. لذلك ما عندنا مشكلة، نحن خايفين ما يقرره الشعب، هذا قرار الشعب، وعلينا جميعا أن نحترم هذا القرار. مين الخايف؟ الذي يرى بأنه رأيه من المسألة اللي بده إياها يمكن أن لا تنال ثقة الشعب، هو المضطرب. أما بالنسبة للدول اللي حضرتك سألتي، بالواقع الدول عم تتخبط، خاصة الغرب، يوم بيحكوا بحل سلمي، حل سياسي، ثاني يوم بيحكوا بالتسليح، ثالث يوم بيرجعوا بيقولوا لا المسألة لا تحل إلا أحيانا سياسي. في نفس اللقاء ترى الحديث عن المسألتين نعم معا، نعم يعني نعم نعم، والغاية هي برأيهم أنه كسب أوراق تفاوضية لصالح الجماعات المسلحة، وهذا جانب كسب أوراق، أعطاء كلام مشجع للمعارضة إلى آخره، ولكن الحقيقة مو بس هيك، الحقيقة أنه هن يعيشوا حالة تخبط، هن عم يعتمدوا على معلومات، قسم منها صح قسم منها مو صحيح، كمصادر معلومات تجيهم، يعني كل يوم بيجيهم أخبار من هون ومن هون ومن هون، هذه الأخبار يبنوا عليها على أساسها مواقف وسياسات، لكن معتمدة أيضا على المصالح، الدول لها مصالح، يعني الفرنسي أو البريطاني أو الأمريكي أولاً وأخيراً يفكر في مصلحته، يعني ما كثير قلبه مكسور على المواطن السوري مات ولا ما مات. اثنين، في ناس لها مصلحة باستمرار الأزمة، وهذه الدول لها مصلحة باستمرار الأزمة. ثلاثة، وهو الأهم والشيء اللي تفضلت فيه، مع كل تقدم، مع كل نجاح، خليني أقول أم يزداد الارتباك أكثر. من هون هلأ طلعوا بشغلة جديدة إنه بدنا نسلح المعارضة، بدنا إيجاد نوع من التوازن، أي بمعنى إذا جينا على طاولة الحوار رح يكون الأطراف على الأرض متساوية، وكأنه كل ما يريدونه يصير. مو هيك المسألة، من تسلحته قبل وليش مين قال ما سلح؟ لكن الواقع واقع، وما يدور على الأرض هو الذي سيفرض كل شيء، أنا هيك بتصور. يعني هذا رأي محللين كثر في هذا الإطار. نعم. إنه ما يدور على الأرض السورية، نعم، ما سيحققه الجيش هو ما ستعتمده الدولة. نعم. وسيكون ورقة قوية بيديها. أكيد. في مواجهة. أكيد. هذا المخطط، ولكن هذا لا يلغي أبدا ولا ينفي أبدا أن نتابع عملنا السياسي، سواء صار جنيف 2. نعم. ولا ما صار، إذا سوريا قادمة إلى موضوع مؤتمر الحوار الوطني الشامل، سيعقد سواء بجنيف او نعم بغير نعم جنيف. نعم يعني. هذا شيء اخر، هذا نعم شيء اخر. ايضا هناك يتم الحديث مؤخرا عن ربما مشاركه الكيان الاسرائيلي الغاصب في مؤتمر جنيف 2. ما راي الدوله السوريه بمشاركه اسرائيل في هذا المؤتمر؟ وبالمقابل يعني اسرائيل على لسان احد مسؤوليها تقول بانه مشاركتها في هذا المؤتمر لا تقدم ولا تؤخر من وجهة نظرها هي، يعني أليس هذا دليل واضح على عندما تكون كل الدول المعنية بالمشاركة في مؤتمر جنيف، كل الدول المعنية بالأزمة السورية من دول الجوار إلى دول محور التآمر على الدولة السورية وأيضا دول صديقة لسوريا مشاركة في هذا المؤتمر ويكون لإسرائيل اسم أو تواجد في هذا المؤتمر، كيف يمكن أن ينعقد وكيف يمكن للدولة السورية أن تحضر هذا المؤتمر؟ لا أعتقد إطلاقاً لا أعتقد بأننا سنشارك في مؤتمر تشارك فيه إسرائيل، هذه قضية مبدئية.
هذه قضية مبدئية. هذا المؤتمر مؤتمر جنيف 2 إذا عقد هو لمعالجة الأزمة السورية. إسرائيل هي عم تتدخل في الأزمة السورية، ولكن هي لا يمكن أن تتدخل في حل الأزمة السورية. هي عم تتدخل بأشكال مختلفة، من العدوان اللي صار على سوريا، من حتى في عم تستقبل يعني المساعدات اللوجستية، خلينا نقول بعض الجرحى المسلحين وإلى آخره. ولكن لا يمكن أن نجلس نحن والإسرائيلي على طاولة واحدة لبحث ومناقشة الأزمة السورية الداخلية. الأزمة هذا مستحيل. هل يمكن أن يكون مؤتمر جنيف هو ليس فقط لبحث الأزمة السورية الداخلية، وإنما لبحث موضوع سوريا مع دول الجوار، يعني ومن ضمن الكيان الإسرائيلي الغاصب، خصوصا أنه في الجولان مؤخرا رأينا أن هناك يعني فتحت جبهة الجولان وبدأت المشاكل تكبر يوم بعد يوم بين يعني المقاومة السورية والفلسطينية ومقاومة لبنان مع هذا الكيان الغاصب. بدأت يعني الأيام تثبت بأن هناك يعني بدأت المناوشات وربما تكبر في أي لحظة. مدام، فأولا يعني شو جدول عمله، شو النقاط اللي سيبحثها مؤتمر جنيف ليست واضحة تماما. هذه بحد ذاتها مجال للبحث، مجال للبحث، وهناك وجهات نظر عديدة بفعل القوى المؤثرة وبفعل القوى الداعية للمؤتمر. لذلك في نقاش حول جدول العمل، فلا يوجد يعني بصراحة وضوح كامل شو بده يكون. لكن الواضح تماما للجميع هو أنه سيعالج الأزمة السورية، سيعالج الأزمة السورية. ولا أقول لك يعني شو ما بده يبحث مؤتمر جنيف، كل ما سيتوصل إليه هذا المؤتمر سيطرح للشعب السوري. نعم، سيطرح للشعب السوري. وأنتم في الحزب يعني الشيوعي السوري الموحد ستذهبون إلى مؤتمر جنيف؟ هل لديكم ممثلين للذهاب إلى جنيف؟ هذا يعني لسنا نحن الذين نقرر ذلك. إنما بصراحة هذا نحن لسنا في طرف المعارضة لكي نقول كذا وكذا. نعم، هذا مرتبط بتشكيلة الوفد السوري، وفد الدولة السورية. نعم، وفد الدولة السورية. لا أستطيع أن أقول. طب ماذا عن المعارضة الداخلية السورية؟ لكن بدي أقول لك شغلة، يعني نحن حتى بالحكومة من يذهب فهو يمثل الجميع. الجميع يعني ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة. هل لديك معلومات عن المعارضة السورية الداخلية؟ كيف يعني وضعت نفسها؟ بأي إطار للذهاب إلى جنيف؟ هل توحدت هذه المعارضة؟ كيف سيكون تمثيلها في مؤتمر جنيف؟ على حد قراءاتي ومعلوماتي أنه لا، سيكون في عدة أطراف وليس طرف واحد، ليس بوفد واحد. نعم، لأن هناك برامج مختلفة أيضا لدى المعارضة الداخلية، لا يوجد برنامج واحد. نعم، هناك برامج مختلفة لدى كل مجموعة برنامج، وبالتالي كل مجموعة ستذهب وتطرح ما. طب ولكن هذا الموضوع هل يخدم الدولة السورية أن تذهب كل مجموعة وتطرح رؤيتها للحل؟ الموضوع مش قضية يخدم أو لا يخدم. نحن بالعكس للدولة السورية أسهل بكثير أن تجد طرف واحد موحد ولديه برنامج واضح ومحدد تماما. أسهل لها أن تتفاوض. نعم، ولكن المشكلة عندهم هم، المشكلة عندهم، سواء معارضة الخارج لديها مشاكل، إلى الآن لم يتفقوا على أعضاء الوفد. نعم، هل قبل. هناك برأيك فرق بين التفاوض والتحاور؟ طبعا، أكيد. وهل مؤتمر جنيف هو للتفاوض؟ لا، هو للحوار. هو للحوار وليس للتفاوض. لا يمكن أن نقبل التفاوض. التفاوض مسألة أخرى. التفاوض يتم بين دولتين، بين فريقين لا يجمعهم لا وطن ولا ولا. نحن نتحاور حول مستقبل بلدنا، حول مستقبل سوريا. لا يمنع أن يكون لدينا وجهات نظر مختلفة ومتباينة، ولكن هناك في قواسم يجب أن تكون مشتركة. لذلك ليس تفاوض. التفاوض يعني تقاسم حصص وتقاسم. الحوار كيف نخرج من هذه الأزمة، كيف نبني سوريا المستقبل، كيف نبني سوريا التي نريد نحن كشعب سوري. نعم، هذا حوار. نعم، هذا حوار.
أيضا أريد الانتقال إلى موضوع آخر فيما يتعلق بإيران. الانتخابات الإيرانية، أكثر من أو حوالي 50 مليون إيراني ناخب إيراني يتوجه إلى صناديق الاقتراع. شكل الرئيس الإيراني الجديد الذي سيخلف الرئيس أحمدي نجاد، من وجهة نظرك كيف يمكن يعني أن نتصوره كسوريين؟ هلا الإيرانيين يصطفلوا بيتصوروا الرئيس اللي بالدنيا، ولكن نحن كسوريين من وجهة نظرك يعني كدولة سورية، كيف يمكن لنا أن نتخيل مضمون الرئيس القادم لإيران؟ وهل هناك تخوف خصوصا بعد محاولات التشويش الكثيرة التي حدثت حول موضوع الانتخابات الإيرانية؟ هلا تربطنا نحن بإيران وبالشعب الإيراني علاقات قوية وعم تتقوى يوم بعد يوم، وبغض النظر واللي ما بنعرفه لا حضرتك ولا أنا مين سينجح. نعم، أنا بصور السياسة الإيرانية وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين سوريا وإيران ستستمر وستبقى بغض النظر. ثابتة يعني بغض النظر. نعم، عن بغض النظر. الانتخابات الإيرانية شأن داخلي ولديهم قضايا داخلية جدية، وعلى أساس هذه القضايا والبرامج الانتخابية التي تقدم بها كل مرشح سيتم اختياره. نحن لا يمكن أن نكون مؤثرين في انتخاب هذا الشخص أو ذاك، وليس مطلوبا منا هذا إطلاقا. نحن نتمنى للشعب الصديق الشعب الإيراني أن يستمر في بناء دولته، أن يستمر في تطوير بلده، وأن تستمر العلاقات الأخوية ما بيننا نحن كسوريين وبين الإيرانيين. ونتمنى لمن سيفوز النجاح في هذه المهمة، ومهمة كبيرة، لأنه أيضا إيران تواجه تحديات كبيرة من الملف النووي اللي حضرتك بتعرفي، ومن يعني إيران بلد كبير صحيح، ولكن لديه تحديات كبيرة طبعا. برأيك أيا يكون الرئيس الإيراني القادم، هل يمكن التفاوض على الملف النووي الإيراني؟ أم بخبرتك بعلاقتك مع المسؤولين الإيرانيين، موضوع الملف النووي الإيراني هو ثابت في المفهوم الإيراني ولن يتغير مهما كان الرئيس القادم؟ أنا أعتقد بأن الإيرانيين يتبعون سياسة متزنة ومتوازنة وذكية. وبغض النظر من سيكون الرئيس، أعتقد بأنهم سيستمرون في هذه السياسة. لماذا؟ الإيراني بده يساوي مفاعل نووي للاستخدام السلمي والمدني. نعم. وهذا حق الطبيعي، هذا حق مشروع. هذا من وجهة نظر الدولة السورية حق طبيعي لهم يعني، ولكن من وجهة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هو ليس حق لإيران، أو حتى من وجهة نظر الكيان الغاصب. أنا لا أحدد مواقفي بناء على الموقف الأمريكي، ومن قال أن الموقف الأمريكي هو صحيح ومن قال أن الموقف الأمريكي، أنا إذا بدي بحدد معناته بدي قول كان احتلال العراق صحيح، هو مو صحيح. لا. ليش؟ لأنه كون باول بتعرفي يعني طلع الوثيقة أنه في سلاح كيميائي وغيره، وبعد سنتين ثلاثة رد الزلمة نفسه قال لا والله أنا ضللت. فهل من المعقول؟ وليش لا أنا أتبعه هذا الأمريكي؟ يعني شو اللي ميزه هذا الأمريكي؟ يعني أنا عم بحكي نحن شوف. يقولوا ما يشاءون، عندهم قدرة وإمكانية بأن يلفقوا ألف قصة وقصة وقصة وقصة، بس اللي عنده عقل يجب أن يحكم عقله. أيضا يعني سؤال أخير لحضرتك، بالولايات المتحدة الأمريكية كان هناك استقالة لمايكل موريل، وهو نائب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من منصبه، خصوصا أنه هو من رجح أسباب استقالته يعني لأسباب سرية، لم يقل ما هي الأسباب، ولكن معروف بأنه
حدث مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية أنه كشف التجسس والمراقبة التي تقوم به وكالة المخابرات وجهاز الأمن القومي الأمريكيان للحصول على معلومات شخصية لملايين من المواطنين الأمريكان وغير الأمريكان يعني. وهناك من يقول بأنه ربما هذه أحد الأسباب. الفضائح الأمريكية التي تتكشف يوم بعد يوم أو المشاكل التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لماذا دائما ترخي بظلال سياسة الخارجية والمشاكل الخارجية دائما ترخي يعني بها وتلمع هذه الصورة على حساب القضايا الداخلية الأمريكية؟ إلى متى هذه السياسة ستنطلي على المواطنين الأمريكان؟ هلا بالواقع إلى الآن لم ينشر شيء جدي حول الاستقالة، يعني عم ينشر تسريبات خلينا نقول، لكن كوثائق معلومات دقيقة إلى الآن لم، خلينا نقول أنا لم أقرأ شيء جدي حول الموضوع، كل ما هناك تسريبات وغيره. ولكن هو أعلن يعني. ولكن أعلن هذه شايف شلون، ولكن قالوا لأسباب لم يفصح عنها. نعم قال لأسباب سرية. أسباب سرية. هلا المجتمع الأمريكي بيعيش أزمة، مين قال ما بيعيش أزمة؟ أزمات داخلية. إذا كانت يعني القنوات الفضائية والإعلام وغيره اللي كونه مسيطر عليه ومهيمن عليه من عدة وكالات أنباء تتبع لهم، لا نعرف حقيقة ما يدور في المجتمع الأمريكي، هذه مسألة أخرى. وهبوط الدولار أيضا أمام العملات يعني الأجنبية الأخرى، يعني هذه مسألة أخرى لا نعرف حقيقة ما يدور لأسباب قصر إعلامي آخر يعني. مش عندنا بس، لكون في هيمنة إعلامية من مجموعة من وكالات الأمن، لكن عندهم أزمات حقيقية، عندهم أزمات حقيقية يعني. بالأكبر دولة مديونة بالعالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. أكبر دولة مديونة بالعالم هي الولايات المتحدة. هذا المارد الصيني أو التنين الصيني اللي بعد 4-5-6 سنوات سيكون الاقتصاد الأول بالعالم. أمريكا مديونة للصين بسندات خيالية، هذا واقع، هذا مش أنا عم بحكي يعني، في أرقام وفي حسابات وفي وفي وفي. حتى مستوى المعيشة، ليش مين قال بالولايات المتحدة الأمريكية كل الناس ما شاء الله ويخزي العين؟ مو هيك أكيد، مو هيك مو هيك. لذلك عندهم قضايا وعندهم مشاكل، ولكن يهربون كما تفضلت دائما للخارج لتلميع الصورة الداخلية بشكل معين، وثم يعني إلهاء العالم بما يدور بالعالم. أمريكا 91 غير أمريكا 2012 و13، أمريكا بال91 أي أقصد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، صار عند القادة الأمريكيين وهم بأنهم هم الدولة العظمى التي ستقود وتتحكم بالعالم. وكلمة أنا بشدد على تتحكم لأنه مصطلح جديد دخلوه. تتحكم يعني هن قاعدين كنترول بوجنان. هذا ما صار، استمر لسنوات لكنه سقط، لم يعد هو على الأرض هو الموجود، ولكنه سقط يعني على مذبح الأرض السورية، وكان دماء السوريين قربان يعني تحول هذا القطب الواحد في العالم إلى هام. عدة أقطاب. نعم هذا هام، ولكن بروز أيضا دول أخرى صديقة لسوريا. اليوم روسيا دولة عظمى، شأنها ما بينها، شأن الأمريكي أو لا، هذه حقيقة. هذه حقيقة، وأنا عشت في روسيا وبعرف روسيا يعني، مش واحد أنا عايش سنوات 10 سنوات. إذا أستاذ نجم لا أعرفنا وين حضرتك درست إذا بروسيا. روسيا مش مزح يعني. مش مزح يعني، النفط والغاز والقدرات، وأهم شيء عندهم قضية كبيرة إنه روس متمسكين بقوميتهم وبطنيتهم وإنسانيتهم. وآلية التفكير عندهم اللي بتختلف عن الأمريكي، الروسي يفكر بالشكل الجماعي بالكل، الأمريكي يفكر بالإفرادي وبمصلحته ومصلحته. هذه قضية كبيرة يعني. على أي حال أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا وحدتك أستاذ نجم الدين خيط، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري الموحد. شكرا جزيلا لك. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم، شكرا لكرم المتابعة، نلقاكم دائما بخير.
قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا.